الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا وهدانا في طريق السلف الصالح. عندي سؤال واحد، دارين نعرف أن كيفية الإدخال طريقة الصوفية في السودان وكيف انتشر. بس أختفي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا الإخوة على ما قدموا وبينوا. وأنا قبل أن أجاوب على هذا السؤال، يعني كيفني جدا الأسئلة بتاع الطلاب جامعة أم درمان الإسلامية، وأحسست حقيقة أني في جامعة، لأنه قبل شوية الأخ سأل قال يعني من زمان ليه ما كان في مكافحة للصوفية، يعني حتى الألفاظ ذاته تدل على التقدم والرقي في الفكر، لأنه التصوف أفيون لابد شنو من مكافحتي، زي ما في إدارة مكافحة المخدرات لابد يكون في إدارة مكافحة التصوف، فهمت؟ فهذه حاجة عجبتنا الحمد لله، وده دليل على أن الصوفية بقى ما عندهم حاجة، ما عندهم أي حاجة إلا الكذب والتضليل. وفي النهاية المثل السوداني قال لنا الكذب شنو؟ حبل قصير. الكذب حبل قصير، كذبوا على الناس كثير، عرفتها؟ ولذلك يعني استغلوا كثيرا من جهل الناس وإلى ذلك، فهذا من الأسباب التي نشرت التصوف. طيب السؤال كان شنو بتاع الأخ قبل شوية؟ في شنو؟ أيوة، في دخول الإسلام ولا شنو؟ أيوة، أول طريقة دخلت الطريقة القادرية، والكلام ده ذكروا الصوفية ذاتهم، وذكروا والضيف الله، وده كتاب معتمد عند الصوفية ومرجع حتى عند السمانية نفسهم، لأنه في واحد صوفي اسمه الإزيري قال له والضيف الله ده ما بمثلنا لأنه ما بالإسناد، لكن بمثلنا زاهر الرياض لأنه بالإسناد. طيب زاهر الرياض لأنه بالإسناد، المؤلف عبد المحمود نور الدائم نقل من كتاب طبقات والضيف الله، يبقى شنو؟ كتابك ويلزمك. فهو قال في الصفحة 8 وانت ماشي لقدام في ترجمة واحد صوفي بغدادي قادري اسمه تاج الدين البهاري البغدادي، قال وقدم إلى بلاد الفون وأدخل الطريق في النصف الثاني بعد 951 هجرية. ونحن معلوم عندنا الإسلام دخل السودان سنة 31 هجرية في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فيبقى مسألة أن الصوفية دخلوا الإسلام في السودان هذه كذبة صلعاء، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الصوفية دخلوا شنو؟ دخلوا البدع. طيب ليه السلفيين قائمين على البدع وإنكار المنكر وبيان أن هذا من الباطل وإشاعة الحرب الشديدة عليه؟ لأن يا أخواننا البدع من أعظم خطورتها أن صاحبها يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغش للأمة وكتمان شيء مما يقربها إلى الله ويدخلها الجنة. لأنه الليلة الزول لما يجي يقول لا أنا عندي خير، وصح ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخير ده أنا عندي، يلزم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الدين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الخير لأمته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الخير، كان جاهلا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. الذي قال الله عز وجل في شأنه، قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو صلى الله عليه وسلم القائل في السنة المطهرة ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام
فيه محبة الخير للأمة والعلم والفصاحة، لأنه ممكن يكون عنده معلومات كثيرة لكن ما بيقدر يوصلها للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام اختصارا، فكان يبلغ باللفظ القليل المعاني الكثيرة والعظيمة. ولذلك لا شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أو في مقامه من تعليم الناس الخير أو من نشر الخير للناس. عشان كده لما انتهي تقول لي بدعة زي دي، صاحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماف، لكن احنا لقيناها. انت قايل الشغلة ذهب ولا جنو؟ الناس اللي بيجوا قدامك ما يلقوها وانت تجي تلقاها، انت قايل ذهب؟ ده دين يا زول. عشان كده ربنا قال اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال مالك: فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال عمر في أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رضي الله عنه لما جاءه اليهودي فقال: يا أمير المؤمنين، إن آية عندكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له أمير المؤمنين: إني لأعلم فيما نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة. قال العلماء: أراد أن يقول له وهو يوم العيد، عرفته؟ فلذلك ما نقبل أي زيادة في الدين. كذلك البدعة يا أخواننا هي باب لهدم الإسلام. انت قال لك الليلة المسلمين مفرقين ليه؟ الشيعة، تقال الشيعة دي بدت كيف؟ أسي الآن بقى الدين براو اسمه التشيع. بدت كيف؟ بدت بإدعاء محبة آل البيت رضي الله عنهم، وأهل الحق يحبونهم ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياهم لها، وأنزلهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم حقهم. كويس؟ بدوا بيدي محبة آل البيت. بعد شوية جو خاشين بالباب ده اليهود، قالوا ما دام آل البيت لابد يبقوا حكامنا آل البيت، فهمت؟ بعد شوية قالوا أن ما بحب آل البيت ده على باطل، ودخلوا وزادوا لغاية ما بقى دين براو، دين من أديان المشركين، دين الرافضة، لغاية ما حصلوا مرحلة قالوا إن الدين كما قال الخميني لعنه الله إلى يوم القيامة، قال إن الدين الذي أنزله الله ورسوله محمد وخليفته أبو بكر، فهذا الدين ليس ديننا، وهذا الرسول ليس برسولنا. ده منهج بدأ بشنو؟ بدأ بالبدع. عشان كده العلماء قالوا السلف: إن البدعة أو البدعة تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. ابن مسعود لما جاء أبو موسى الأشعري ورأى الناس حلقا في المسجد يسبحون وقد جمعوا عندهم من النوى، واحد واقف يقول للناس سبحوا 100، أي زول عنده 100 حصى سبحوا 100، وهكذا. فلما ذهب أبو موسى إلى ابن مسعود وأخبره قال: هل أخبرتهم أن يحصوا سيئاتهم؟ فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم وقف على حلقة من تلك الحلق وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثياب نبيكم لم تبلأ وأنيته لم تكسر. قالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. وقال: وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أقواما يأتون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وما أظن أو قال ما أرى عامتهم إلا منكم. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. بقوا يكاتلوا الصحابة إنه الصحابة كفار. بدت بشنو؟ تسبيح. بعد ذاك مشت لوين؟ لكفر. زي كتاب زي التجانية قالوا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي ما فيها مشكلة، لكن الصيغ توقيفية
يعني إذا ما في دليل ما تذكر بها الله. قاموا جابوا صلاة الفاتح والكتاب موجود. قالوا صلاة الفاتح لما أغلق تعادل القرآن 6000 مرة. وربنا قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان شنو بعضهم لبعض ظهيرا. وربنا تحداهم، ربنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشنو بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ما عملتم ولن تفعلوا ما حتقدروا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فده دي بعض من المسائل المهمة. وعشان كده أخواننا الأمة ما حترتفع إلا إذا تركت هذه البدع. ومتى ما بدأت أمة في بدعة إلا وأهلكها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان نحن بمعاصينا وبلاوينا ملانين، وقد هزم المسلمون يوم أحد وقد فعلوا معصية وليست بدعة، تأولوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد للرماة لو لقيتونا انتصرنا ما تجوا معنا، ولو لقيتوا الطير بتخطفنا ما تنزلوا من محلكم. فتأولوا، وقد هزم المشركون في أول المعركة فتأولوا، وخولف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله سبحانه وتعالى، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على هذه البسيطة. صحابة معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما نراه في الموالد. وبعد اللهم عليك بفلسطين، اللهم عليك بك، انت اول واحد، انت اول واحد نسأل الله انه يهلكك ويريح الأمة منك، عرفتها؟ لانه ده زول مجرم وكذاب، وده من اسباب هزيمة الأمة الإسلامية الصوفي ده، عرفتها؟ فده يا اخواننا منهج باطل. عشان كده السلف كان بحارب الأمة. وربنا ذم البدعة مش ذمها في الإسلام برا، ذمها أيضا قبل الإسلام. ربنا قال في سورة الحديد ورهبانية دل النصارى، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه شنو الإنجيل. ربنا قال بعدها شنو ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. العلماء قالوا النصارى قاموا عملوا الرهبانية، يعني قالوا يزهدوا في الدنيا ويخلوها ويطلقوها وكذا. ربنا قال ما كتبنا عليهم، وما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ربنا قال بعد ما إنهم ابتدعوها، ربنا قال فما رعوها شنو حق رعايتها. عشان كده ابن كثير رحمه الله قال فذمهم الله من وجهين، من كونهم ابتدعوا في الدين، ومن كونهم لم يلتزموا البدعة التي ابتدعوها، عرفتها؟ فدي كلها يا أخواننا دي مصائب كبيرة جدا الأمة إذا ما ابتعدت عنا ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح لها حالا. ولن ينجح الأمة، ولن تنجح الأمة إلا إذا اتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده في صحيح مسلم حديث يعني تميم بن أوس الداري أبي رقية رضي الله عنه، في آخر الحديث ركبوا البحر ولقوا الدجال مربط في مغلولة يعني ومجموع في جزيرة من الجزر، فسألهم الدجال عن حاجات هي علامات للساعة، من ضمنها سألهم عن نبي العرب، قالوا قد بعث، قال فما صنع قومه؟ قال أخرجوه، قال ثم قاتلهم وقاتلوه فظهر على من يليه من العرب فأطاعوه. ذا في صحيح مسلم. قال المسيح الدجال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. المسيح الدجال قال خير لهم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الأمة دار حجة بعد ده كيف؟ المسيح الدجال الكافر الملعون ذاته قال أحسن لهم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أها طيب كيف تاني؟ يجيك واحد بليد صوفي أبلد من المحايا الشاربة
داري ينجر كمان بيفتي. الغريب انه بيفتي. هو ذول عنده عقائد خربانه جدا، عقائد سيئه كذا. ذول يمسك المايك ده نوريك بعض العقائد اللي عند الصوفيه، بعد ذاك نجي لبعض الاسئله. طيب هنا ده كتاب اسمه النصرة العلمية لأصحاب الطريقة الصوفية، تأليف الأستاذ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم الطيبي، اللي هو قبته في طابة ناس جريت الدار قالوا قبته طلعت موية في الحصحيصة، الناس محتاجة موية عرفتها، وقالوا عندها ميزات وخصائص. من تلك الميزات أن من شربها شربة لا يضمأ بعدها أبدا، وأن الشربة منها شفاء من كل داء. دي الموية السوداء ولا جنو؟ المهم فهنا الكتاب عنده رقم إيداع، وهنا دي الصور بتاعت الفقراء حقينه، فهمت؟ ومطبوع في شركة مطابع السودان للعملة، ولا تزال عن ارتفاع الدولار إلى آخر. المهم طيب قال أنا أديك حاجات بس معينة كده عن إحياء الشيخ للأموات. كفر بالله لو جاء أبو جهل بيقول لنا أنتوا ذاتكم اللي بودوكم تقولوا كلام زي ده لجنو، لكن برضو بنجغم أبو جهل نقول له عشان نبين للأمة. صفحة 358 قال وذكر الإمام الشعراني في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطنين دراويش المعاو عن أحوالهم ويباسطهم، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. شاف الزول ده مع انه قاعد في الحله لكن الدجري بتاعه عامل 20%، مع انه شنو؟ قاعد في الحراره. فقال له انت مالك؟ عبادتك كثيره وبتسوق الليل ما عارف مودي وين، فهمت؟ وبعد ذاك كواريك ونوبات وكشاكيش. قال له مالي اراك كثير العباده ناقص الدرجه، لانه صوفي ده لو صح طبعا، ودي ذاته ما بيطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى. فقال له لعل والدك غير راض عنك. قال لي شكلك انت يا درويش ابوك ما راضي عنك. ويرضى عنه كيف؟ انت شردت من ابوك وقعدت مع الشيخ، وربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالفقر ولا بالوالدين، وده شرط خلى ابوه زي العواليق بتاعنا العفش ديل. واحد يجيك من باكستان قال بيتكلم عن بر الوالدين، وابوك اللي في باكستان كيف؟ كده امشي ارجع بره وبعد ذاك تعال، ده غير البدعه الثانيه. طيب قال فقال لعل والدك غير راض عنك. فقال نعم. قال أتعرف قبره؟ قال نعم. فقال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي وده عاطل، قال لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ، فلما استوى قائما قال الشيخ الفقر جو شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا، فقال أشهدكم أني قد رضيت عنه، فقال ارجع مكانك، فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. جزاك الله خير. رأيكم شنو يا أخوان؟ ده قال أحيا ميت. وربنا في القرآن نصدق كلام الله ولا نصدق كلام ده؟ الأنصار السنة، عشان ما أفضل أزلة كثير عن أنصار السنة، أنصار السنة مشوا عزوا ولد في موت ولده، عزوا في موت ولده، فهمت؟ ده اللي بيقول الكلام. ولده ذاته هو المشرف على الطبعات دي، نفس العقائد عرفتها. فربنا عز وجل قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون، ما بترجع. ترجع كيف؟ فده قال لك أحياه عديل من القبر، وبعد ذاك رضى عنه، وبعد ذاك شنو؟ رجع. غايته يا صوفية كان الكلام ده صح وصدقناكم جدلا، شيخكم ده بليد أبلد من الحبل، وقوم الزول ده ساكت في الفرغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم شنو؟ انقطع عمله. تاني لو رضيت لو ما رضيت بعد دخلوك جوا وروحك مرقت ما بينفع ولا بينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، عشان تعرف البلاد ذاته. يعني تور الزول ده ساكت وضيع علينا الحبر بتاع مطابع السودان للعملة. نحن دارين كذا، خلينا ده موضوع ثاني، في عندنا دارين حاجات كثيرة. طيب برضو هنا هنا الصوفية برضو جزاك الله خير. هنا
الصوفية قالوا إنه الملائكة ذات بتعصي الله. والله يا أخوانا الكتاب ده مطبوع في مطابع السودان للعملة، ونحن بنتكلم لنا سنين طويلة دارين صوفي البد لنا في ركن بالبلاغ يكون جاهز، ومعه زول محترم من ناس المباحث يقبضنا عشان يودينا المحكمة، فهمت؟ لأنه كذبنا عليه ولا جنيه يا أخوانا. هسي أنا كذبت عليه ما بتجي تمسكني؟ طيب هذا الرقم بتاع الإدعاء من القروي ذاته دي ولا دار إثبات ذاته، يقول آه يقول لا صح فكنا طوالي ويقبضوا ذاك. طيب الصفحة 344 قال سيدي الشيخ عبد الرحيم المغربي الجناوي رضي الله عنه، قال حكي أنه نزل يوما في حلقة الشيخ شبح من الجو لا يدري الحاضرون ما هو، فأطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السماء فسألوه عنه فقال هذا ملك وقعت منه هفوة فسقط علينا فتشفع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع. رأيكم شنو يا أخوان؟ ده الصوفية، ده منهج الصوفية، تتكلم عن احتفال وما احتفال، ده المنهج بتاعك. قال ملك جه نازل قال من السماء وغلط مع الله، معناه الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دي نكفر بها وكفى بهذا كفرا بالله سبحانه وتعالى. ده نمرة واحد. نمرة اثنين برضو مع انه الكلام ده كذب وباطل وشرك وكفر، فيه دليل انه الصوفية بالاضطرار بيعتقدوا تحت تحت انه الله في السماء، ولا كيف؟ ولا كيف؟ ما قال فارتفع، ارتفع معناه شنو؟ نام معناه شنو ارتفع؟ كذا يعرب لي ولا اعمل لها حاجة. فده كل اخواننا يوريك المنهج الباطل بتاع التصوف. قال لماذا يلبس الوهابيون اللباس القصير اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني فوق عظم الشيطان كما يقال أو يسميه سودانيون، وهو يعني الكعب. قال وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، نحن نفعل ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم تقولون أنه لا يجوز أكل حلاوة المولد، هل يوجد دليل أم رخص لكم التشريع؟ شكله زعلان والله المولد، حلاوة دي شكله سكرية عالي. أنت ليس كل من جادلكم صوفي وكذا، خلاص معليش نعتبرك زول زعلان ساي ما صوفي. دي ما العلماء قالوا كل عيد ليس بعيد في الإسلام فلا يجوز حضوره ولا تجوز الفرحة به ولا يجوز المشاركة فيه ولا الإعانة فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور، مش يمشوا يشاركوا يأكلوا يبيعوا، والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء في تفسير الزور من الأقوال هي أعياد المشركين. قال وإذا مروا باللغو مروا شنو؟ كرامة. عشان كذا العلماء المالكية زي الإمام الفكهاني وابن حاج ابن الحاج المالكي وغيرهم من علماء المالكية الذين يزعم الصوفية أنهم ينتسبون إليهم، قالوا لو زول مات ووصى وصية ما أكثر من التلت حد الشرعي تمام، لكن قال أنا عندي 10 مليون دي بالله المولد السنة دي والجاية والبعدية اتبرعوا بها إن شاء الله موية باردة، فلا تجوز إنفاذ وصيته. شوف الكلام ده كيف. قالوا ولو إنسان اجتمع اجتماع ليس فيه اختلاط ولا نوبات ولا إلى آخر، وقال وفي قراءة صحيح البخاري وصحيح السيرة النبوية لكان هذا من البدع المنكرة، عرفتها؟ عشان كده يا أخواننا ما يجوز مشاركة أو المشاركة في هذا المولد بشيء. هو نازل الليلة فلسوا بيقوا يقولوا الناس ما تقعد تتناقش، تجي جارية الساحات لأنه لقوها فاضي، قال لك ما تناقش أجري أجري سريع أمشي الساحة لأنه الساحة بقت فاضية، زي ما قال العاطل ذاك الفريق أصبح خلا، فهمت؟ بقى قاعد الخنجر والجدادة حقته والجدادة ذاتها دارت تتفكى الله يخلصها، ما عنده حاجة الآن، فهمت؟ بفضل الله ورحمته ولا يا مادي ذاته الشتاء فيه جو يعني بارد إلى حار ويقرب ينطر، والشرك ده إن شاء الله إذا انتهى والله إن إحنا نتكيف كيف عجيب، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا الأمور، فهمت؟ الجامعة دي تجيها بعربيتك، فهمت؟ وانت تعرس
قبل ما تبقى برلوم والله، وبعد شوية أمورك تزبط، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وعد كده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عشان كده شوف بني إسرائيل لما نجوا مع موسى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال لهم، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمنه للمتقين. فالناس يا أخواننا إذا بينت الحق والناس استقامت على الحق، ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم الخيرات والبركات ويبارك لهم في أعمارهم وفي أعمالهم ويبارك لهم في جميع أمورهم. لكن كيف نحن نصلح بيننا وبين الله وربنا التكفل لنا بالرزق إذا مشينا عديل؟ ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ربنا بيّن لك رزقك جاي من وين، ربنا اللي بيرزق. فتشيل هم ليه؟ ما تشيل هم أبدا. في كتاب بتاع الطبري عليك الله يجيبه، بتاع القرطبي، يوريك منهج الصوفية ده شنو، عرفته؟ وزمان الصوفية زمان ما زي ذل، ما كان عندهم دعاء لغير الله وإنه غير الله بيعلم الغيب، مع إنه برضو منهجهم باطل، لكن ما كان عندهم الضلال ده كذا يجيبه كله، عرفته؟ إحنا قايلين الجماعة قالوا جو امبارح جينا بس عشان نشوف الحاصل شنو، نجيب الشنطة دي عشان نشخص الحاصل على الصوفي شنو، لكن شرط، فهمت؟ طيب ده كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، والإمام القرطبي من أئمة المالكية، ما بزول بيقدر يا غالي، متوفى سنة 771، فهمت؟ وهو من الأئمة في المذهب المالكي ومن الأئمة في التفسير. قاموا سألوا عن الشغل بتاع الصوفية ده، عشان تاني ما يجينا صوفي، تكشفوك بدري يا صوفي، انت مكشوف الحال. طيب دار تجي تتكلم عن منهج السلف، صفحة 124، وقبل شوية جايين ولادات بتاع حزب الأمة ديل، تنازل مالهم؟ رايحة لهم هنا جلابية ومجكو ولا شنو؟ ما تتخرج ساكت. في واحد حزب أمة قاعد كذا قبل نواصل في الصوفية ديل، في حزب أمة قاعد فرصة مفتوحة للمداخلات، حزب اللمة. ها زي ما كما قال الشاعر النجار، الزول ده حزب أمة أول حروف ضمة، لما يشوف له سلفي الزول تمسك حمة، يطقطق الركاب وموضوع يستحمى، الزول ده ماله يا ناس، الزول ده حزب أمة، فرصة مفتوحة. أنا ذاتي استغربت والله يا أخوانا لما قال لي في حزب أمة شغال معانا، أنا قلت والله دي حاجة عجيبة، إنها لإحدى الكبر تجي تشتغل هنا في وين حزب أمة في؟ لا أظن بيكون مشوا بدري، أنا ما عارف بيمشي يسوي شنو. المهم ديل ما ديل لا في العير لا في النفير، وانا ذات الزل بالله كذا قبل نواصل. يا اخي انت تبقى حزب امه ليه؟ انت لو ما بقى اسمك فلان ابن علان المهدي كذا طوالي ما بيمسكوك ولا اي حاجه، والله طماطم ما يقول لك امسك لو ما بقيت معاهم، جاري وراهم في شنو؟ لا سامعين بيك لا عارفينك، وبعدين باعوا الشغله. صادق المهدي جباجيه ديل معلمين ادوك كذا باصين وباكورت، الشغله انتهت، شغل انتهت ومسك حقه ونام بدري، انت ما فاهم الحاصل ولا شنو؟ كذا خلينا احنا في شغلنا ده. طيب صفحه 124، والله دي نصيحه للطلبه عشان ما تشوف لك واحد هنا وعرق وسايل وكذا، خاصه البرالم، يقول لك يا سلام زول ده خطر نضال، نضال بتاع من ايه؟ ده اسمه النضال الناعم، تعرف النضال الناعم؟ طيب صفحه 124 هنا في تفسير الايه من سوره طه، قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، وأعلم يعني كلمه حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، الأديم الجلد، القضيب ده يعني حاجة زي شنو؟ زي المصيبة العودة اللي بدقوا بيه ولا النوبة ده، مش هو نفس حاله؟ كويس. قال ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ويحضرون شيئا يأكلونه. شوف الكلام ده كيف
السلف والعلماء ديل من بدري الصوفية فضحوها. قال هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. وهذا القول الذي يذكرونه يعني كان مدايحهم، كان عندهم مدايح ما فيها شركية. قال منها يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. ده فيه شرك؟ كلام سمح مش؟ نشوف الإمام الطرطوشي النقل واستدل بكلام الإمام القرطبي قال شنو. طيب قال وفي مثل هذا ونحوه، يعني كلام زي ده. قال الجواب يرحمك الله، وده برضو فيه أنا دار صار السنة يفتح عيونهم عشان ما تقول خدشتري وكلامك جارح وكده، والواد بيقى شنو؟ بيقى واد حساس من فوق عمر حساس. قال يا يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما الرقص، شوف الكلام ده شديد كيف، والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. يعني اللي كان بيرقصوا أول ناس شرعوا الرقيص منه اليهود أصحاب السامري، عرفت؟ قال فهو دين الكفار وعباد العجل، وأما القضيب اللي بيدقوا به على النوبة فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. حصل لقيت ليك قراية في المولد للقرآن؟ حصل؟ ما بتلقى. قال ويقوم بعضهم يرقص ده سؤال. قال وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، كما أخرجه أحمد وغيره. أنت لو في طيرة ركلك في راسك تتحرك؟ لأنه تحركت بيحصل لها شنو؟ بتطير صح؟ بتكون خاشع. قال كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق. يبقى اللي بيجيب مذهب خامس ده منو؟ ده الصوفية، ده ما نحن، ده كلام منو؟ إمام من الأئمة، الإمام أبو بكر الطرطوشي. أما عن مسألة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبتين كان ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ابن كثير ذكروا هنا في البداية والنهاية، قال باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أخذت الكتب دي جوا شان صوفي يجي داقس يقعد هنا نقوم نقول لما نجدعو بغادي للوضايا دي، لكن يعني زي ما قالوا رقدوا. طيب قال ثم الجمهور بيتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل لليلتين خلتا منه. شوف الأقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول قول شنو؟ ليلتين خلتا، يعني بعد ما بدأ بليلتين. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن المدني، وقيل لثمان خلون منه، يعني بعد ثمانية ليالي من بداية شهر الربيع. حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس ابن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن جبير بن مطعم ابن صحابي وهو من التابعين. عشان كده الألباني رحمه الله قال وهذا، أو الشيخ ابن باز رحمه الله قال وهذا من أصح الأسانيد، عرفته؟ في مسألة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ده المعتمد عند المحققين من العلماء أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة كم؟ سنة 8 من ربيع شهر، في اليوم الثامن من شهر شنو؟ ربيع الأول. قال ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه، وأيضا ذكروا لعله ابن حجر، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، وقيل لعشر خلونا منه، نقله ابن دحية
في كتابه، ورواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر، ورواه مجالد عن الشعبي كما مر، وقيل لثنتي عشر خلونة، وده كل ما عنده أسانيد غير ثمانية، الباقي ده ما عنده أسانيد. نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبة في مصنف عن عفان عن سعيد بن مينة عن جابر وابن عباس أنهما قالا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول، يعني قول ابن عباس وأبي سعيد إنه شنو 18 ربيع الأول. وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء، وده برضو فيه رد على الرجبية بتاعت الصوفية، لأنه ذيك يوم كم؟ يوم 27، وهنا قال لك يوم كم؟ يوم 18. صوفية دي الملخبطين الناس، أنا ما أعرف بيجوا خاشين الكتب دي معاهم حاجة خضراء ولا شنو. المهم قال وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور. فمع من أنتم؟